من أجل جزائر جديدة بلا أمية معلوماتية، محور لقاء جمعية إقرأ لمحو الأمية بعدة قطاعات وزارية تحت قبة قصر الثقافة مفتي زكريا. لا بد أن يوجه التركيز بصفة متجددة إلى نوعية التكنولوجيا الواجب اقتناؤها وتعلمها والتدرب عليها والأسلوب الأمثل في تشغيلها. لا بد على صعيد محو الأمية تجديد أساليب التدخل وتجويدها، لا سيما بمراجعة مناهج محو الأمية وتجديد طرقه وعصرنة المسائل التعليمية. الإجماع كان حول مواكبة التطور التكنولوجي للتحكم فيه خدمة للتنمية المستدامة والرقي الاجتماعي. وزارة الرقمنة والإحصائيات قد وضعت المواطنة الرقمية كمحور رئيسي ومخطط عملها القطاعي، مما سيسمح بتكوين شراكات مع مختلف القطاعات المعنية والمجتمع المدني، وهذا بغرض الحد من الفجوة الرقمية والسيطرة عليها بشكل أفضل. إننا من هذا الصرح نؤكد مسعى دعم قطاعنا، قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكل القطاعات، لمجهودات محو جميع أشكال الأمية تجسيداً لمبدأ دستوري يعنى بحق التعليم. بعد أن قطعت الجزائر أشواطاً متقدمة في مجال محو الأمية التقليدية، تحول الرهان نحو مكافحة الأمية الرقمية وتعميم استخدام التكنولوجيا الجديدة.